نيرمين، يمكن خلال رحلاتنا الصباحية بنسلط الضوء على كثير من الصبايا والسيدات السوريات اللي قدروا يعملوا مشروعهم الخاص وآمنوا فيه رغم كل الظروف. يعني 10 سنوات من الحرب أصفلت الكبير والصغير، لكن دائما كانت المرأة السورية بتتحدى كل الظروف ودائما بتسعى لتحقيق مشروع. اليوم معنا صبية حلوة آمنت بمشروعها وحاولت خلال أكثر من 7 سنين تستمر على هذا المشروع. رح نحكي عنه أكثر. معنا الصبية رغد خربطلي. يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيكي. صباحك وصباح الخير لمشاهدينا. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي رغد. بلشتي من 7 سنين ودخلتي عالم تصميم الازياء، خلينا نرجع معك هيك بالزمن لورا ونحكي عن البدايات. تمام. هلا انا من البدايه عندي شغف لموضوع الموضه والازياء وتابع ترند كل موسم شو بينزل الوان جديده، فعندي كان كثير حب لهذا الشيء، فحبيت اني بلش شيء انا حاببته، اشتغل على اعمل بزنس خاص فيني. فبديت بموضوع الازياء، طرحت الموضوع مع عائلتي، شجعوني دعموني بلشي وانه حلوه الفكره، وكل اللي بيحبوني قالوا لي نحن معك. بديت بمشروع صغير بلشت فيه اول خطوه والحمد لله المشروع كبر اكثر. شو اول قطعه عملتيها؟ تيشيرتات. التيشيرتات كانت كثير في صبايا تحب، وانه قلت بلش فيها اول خطوه يعني. طيب خلينا نحكي كيف كانت رده فعل الناس، يعني كنا عم نحكي انا وياكي تحت الهواء، في انتشار كثير كبير يعني للفاشن والازياء، وبتلاقي الصبايا صايرين هن بيعملوا ازياء، وانا عم اشوف كثير من الصبايا عم تسوق لبضاعتها على مواقع التواصل الاجتماعي. تفاعل الناس معك كيف كان؟ وكيف كان رده فعلهم؟ انه شو اللي بيميز قطعتك عن قطع الصبايا الاخرين؟ هلا بالبدايه كانت صعبه الفكره اول شيء، بس بعدين بعد اول صبيه اخذت صارت تجيني صبيه ثانيه تحاكيني تقول لي رفيقتي اخذت من عندك، حبيت الكواليتي، لقيت القطعه مميزه، ما في متداول منها كثير. الصبيه بتحب تضل مميزه انه مو القطعه تكون صحيح. متواجده عند اكثر من حدا، فحبيت هذا الموضوع ولقيت تشجيع كثير كبير. يعني انا كان بيهمني انه عملت صفحه لإلي، عملت فولورز، بدي متابعين، فلقيت في تشجيع بهذا الموضوع بلشت فيه. تمام. رغد ذكرتي انه انت كنت تتابعي شو بينزل، تابعي عروض الازياء، واكيد كنت صرت تطبقي على ارض الواقع. خلينا نحكي عن مهارات انت بتمتلكيها، هوايه او انت بعدين كانت هوايه وبعدين صقلتيها بالتعليم، ولا بقيت هوايه وعلى الممارسه حسيتي حالك عم تتطوري اكثر واكثر؟ لا هلا هي هوايه، وانه على الممارسه حبيت طورها، حاولت اني ابدا في شيء انه انا حاببته فاستمريت فيه. طيب خلينا نحكي عن التسويق، عن فينا نقول كل الازياء اللي بتشتغليها، قديش مهم التسويق اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي على السوشيال ميديا؟ يعني ما عاد في بدك تاخذي محل مثلا تفرضي بضاعتك، لانه الارقام اساسا للمحلات والاجارات مخيفه ومرعبه. قديش ساعدت السوشيال ميديا نوعا ما، خففت اعباء عنكم؟ ويمكن فينا نقول اللي بيشتغل على السوشيال ميديا بذكاء نوعا ما بيستفاد بشكل كثير كبير. تماما. هلا هي السوشيال ميديا ساعدت كثير. هلا انا اوريدي انه انا عندي طموح انه يصير عندي بوتيك خاص فيني، بس انه تسلمي، فانا حبيت اني بلش على السوشيال ميديا ولقيت فعال. كل صبيه ممكن ست بيت ما عندها وقت انه هي تنزل على السوق، الصبيه ملتزمه بعمل، فهي تماما صارت تتسوق على النت بالقطعه اللي هي حاببتها، فصارت فعاله هي السيره بجميع انحاء العالم، انه كل الصبايا بترغب تسويق على النت بمده بسيطه. قد ساعدت بشغلك تقريبا؟ ساعدت بشكل كثير كبير. يعني اغلب الصبايا حبيت هذا الموضوع ودعمت هاي الفكره انه انا حابه هي التيشيرت، انا حابه من هذا الموديل، صاروا حتى بيسالوا انه هذا الموديل موجود منه اونلاين كرمال انه هي ما عندها وقت لتنزل على سوق وتدور. تمام. طيب كمان خلينا نحكي عن طبيعه عملك، انت بترسمي ومثلا وفي حدا بيطبق، ولا لا انت بترسمي وعلى المكنه او الاله ممكن انت تطبقي؟ هلا انا ممكن اني ارسم موديل انا حاببته، وبنفس الوقت ممكن شوف شو حابين الصبايا، شوف الموديلات المطلوبه، ممكن عن طريق انه النت، عن طريق المواقع التواصل انه الاونلاين، شوف شو موديلات المطلوبه عند الصبايا اعملها، اعطيها لورشه اتعاقد معها اللي تعمل لي مثلا الموديلات بالالوان المطلوبه المرغوبه، كونه نحن هلا بفصل الصيف الالوان الفاتحه كثير مطلوبه للصبايا. هلا عم شوف على الشاشه بعض الموديلات اللي حضرتك عملتيها للصبايا، خلينا نحكي عن صيف فينا نقول 2022، شو اللي اكثر شيء الوان دارجه؟ هلا عم نشوف خلال الشاشه كمان الفساتين، يعني
التايجر والفساتين والتنانير والالوان هلا بشكل كثير كبير موسم الصيف تمام السنه تمام دارج كثير الفساتين. طبعا الصيف بيتميز بالوانه الفاتحه، يعني الوان الفاتحه هي مميزه لكل صبيه، بتناسب جميع انواع البشره، بتناسب جميع اشكال الجسم. طبعا عندنا الالوان الفاتحه السماوي، البينك، الاصفر مشتقاته، هدول الالوان كثير مطلوبه وكثير دارجه. اللون الموف كل الصبايا عم ترغب منه، اللون الاكوا بشكل كثير كبير يعني مطلوب. ما في احلى من الالوان بالصيف يعني تماما، كثير حلوين يعني. كل صبيه بتحتاج اللي عامله برونزاج، الصبيه السمراء القماش بيلعب دور بالصيف، تلاقي هلا كله بيحب القماش الخفيف القطن الرهفه المهفهفه اللي ما بتشوب تمام. طيب كمان خلينا نحكي رغد، كثير بنسمع اشخاص بيقولوا لك انه لا تلبسي هذا الموديل ما بيلبق لك، مثلا اللي جسمها ممتلئ غير اكيد يعني جسمها نحيف. كيف انت بتقدمي نصائح بما يخص هذا الموضوع لكل الناس اللي بيجوا عندك؟ هلا الصبيه بدها تختار شيء يناسب شكل جسمها، اذا هي صبيه ممتلئه فاذا هي حابه تلبس فستان ممكن ما تختاره فلو كثير، لانه هو حيظهر اكثر صحه جسمها. والصبيه النحيفه ممكن تختار الموديل القطن، ممكن تختار الالوان الفاتحه بتناسب شكل الجسم. بالنسبه للفساتين، بالنسبه للتيشيرتات فهي ممكن دارج هلا كثير موضه الفلو بشكل عام، الصبيه عم تحط سنتور على الكنزه، عم تحط تعمل حركه للموديل، عم تغير منه نوعا ما. طيب قديش مهم تتشاركي انت والصبيه، يعني انه شو هي حابه ديزاين، شو هي بدها تشاركك، وميزانيتها قديش بتلعب دور؟ يعني اليوم لما نحكي مثلا انه صبيه بدها قطعه تفصلها عن طريقك مميزه وبنفس الوقت ما انا مطروحه بالسوق، عم نحكي كمان بيكون السعر مختلف، واليوم الاوضاع الاقتصاديه والمعيشيه قاسيه، يعني قديش بتدرسوا كمان الاسعار بما يتناسب مع السوق؟ يعني بما انه ما في مثلا محل او عندك اجار او عندك تكاليف اضافيه، يعني فورا عندك القطعه منك للمستهلك طبعا. هون نسبه الربح قديش بيتم درسها والاسواق قديش بيتم درسها بما يتناسب مع الوقت؟ بالنسبه لموضوع الربح فهو حيكون شيء متناسب مع الوضع المعيشي بسوريا. يعني نحن عم نحاول انه قدر الامكان اعمل موديلات تكون تناسب الصبايا، سعرها يكون مناسب، الكواليتي تبعها تكون مرتبه، لانه هذا بيلعب دور كثير كبير. صحيح. فهي القطعه بدها تختارها تكون كواليتي مرتبه وبنفس الوقت تكون سعرها مناسب للوضع اللي نحن حاليا عايشينه. يعني رغد هيك حبينا اليوم خلال مساحتنا نسلط اكثر على ضوء على موهبتك اكثر، نتمنى لك كل التميز والتوفيق بالمهنه اللي حبيتيها وامنتي فيها. شكرا. وان شاء الله بنشوفك دائما باحسن الاماكن. تسلمي، شكرا كثير لك.